الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسم ديالي محسن قاشي، أستاذ التربية البدنية، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي للمادة التربية البدنية والرياضية، ومؤطر لرياضة التيكواندو، مرافق لوفد أكاديمية جهة الشرق البطولة الوطنية المقامة بمدينة فاس من 7 إلى 9 أبريل. الشكر موصول للمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية على حسن الاستقبال، وإن شاء الله تمر البطولة في ظروف جيدة، وإن شاء الله الوليدات ديالنا يحققوا نتائج مشرفة. شكرا جزيلا وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، سيدي سعد الزين من جهة عين السقيع الحمراء، ممثل مدينة، ممثل مؤسسة محمد الخامس. جينا لمدينة فاس مشاركة في البطولة الوطنية المدرسية رياضات جميع الرياضات المغربية، وكان استقبال في المستوى والتنظيم كان في المستوى تا هو، وكان ان شاء الله كنتمنوا الحصول على ميداليات وعلى مراكز مشرفه ان شاء الله. السلام عليكم، تحية ربي رياضية لكم جميعا. اسم ديالي مريم عربي، متبارية ممثلة عن ثانوية أحمد بن محمد الراشدي جهة العيون الساقية الحمراء. اليوم كنت فخورة جدا للوصول إلى البطولة الوطنية الرياضية، أتمنى التوفيق وأن تكون نتائج مشرفة لجهة العيون الساقية الحمراء. اليوم كان استقبال رائع من طرف مدينة فاس لنا، أتمنى التوفيق والسداد للجميع، وشكرا لكم. السلام عليكم، الاسم ديالي بطول نجوى، جهة الشرق، مؤسسة عمر بن عبد العزيز. كنتمنى ان شاء الله نحصلوا على شي ميدالية ونكونوا من الاوائل، وشكرا. الله تعالى وبركاته، سميتني زكريا الهاشمي، جهة الشرق، مؤسسة ثانوية تأهيلية بن رشد الناظور. الاستقبال اللي كاين هنا فاس مزيان، زوين، عجبنا كاملين، وكنتمنى نتحصلوا على البروميير هنايا، البروميير ان شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي هزة شيماء، من جهة الشرق، مؤسسة أبي الخير. كنتمنى نحصلوا على شي نتيجة زوينة وميدالية ذهبية. ديالي يوسف أنيزة، عن جهة الشرق، من مؤسسة ابن سينا التأهيلية بقرسيف، وكنتمنى نكلاسيو بروميا إن شاء الله. الاستقبال كان زوين، وجينا وتلاقينا مع واحد التظاهرة ديال البيئة وهضرنا عليها وشي حاجة زوينة، وكنتمنى التوفيق للجميع الأصدقاء ديالي. سميرة الرياحي، جهة سوس مسا، من ثانوية عبد الله الشفشاوني. اليوم عندنا بطولة وطنية مدرسية في مدينة فاس، وصراحة كان الاستقبال جد رائع، وحنا فرحانين بهذا التفوق اللي وصلت له هذه الرياضة، وحنا فرحانين حيتاش غاديين وكنزيدوا القدام في فنون الحرب خصوصا، وكنشكركم على هذا التنظيم الرائع، وشكرا لمدينة فاس على الاستقبال. بسم الله، السلام عليكم، سميتي محمد شاكر، من مدينة طاطا، من ثانوية علاء بن عبد الله. جينا هنايا لمدينة فاس باش نمثلوا أكاديمية طاطا في رياضة الكاراتي، وجانا استقبال فاس رائع وجد رائع، حيت تبارك الله بدعوا فيه وشحال من حاجة، وكان داكشي مزيان، وشكرا. السلام عليكم، انا سميتي منال بويمجان، كنقرا في ثالثه اعدادي وفي الثانويه بن طاهر، وفي الاكاديميه ديال درعاته فيلات، وكنحيي زعما جميع ديال مدينه فاس اللي استقبلونا فهاد. السلام عليكم، معكم التلميذ محمد امين ميموني، مؤسسه بن طاهر، اكاديميه جهاز درعاته فيلات. كنشكر مدينه فاس على الترحيب اللي داروا لنا، وكنتمنى ان شاء الله ندوزو مزيان في البطوله ونشرفوا الجهه ديالنا ونجيبوا ميداليات ذهبيه ان شاء الله. الحمد لله تعالى وبركاته، الاسم كامل خديجة أبو داود، تلميذة من مؤسسة ثانوية الرغيوة التأهيلية بمدينة الزاك، جهة قلميم وادنون، أكاديمية جهة قلميم وادنون. كنتمنى إن شاء الله نتوفقوا في هذه البطولة، وكنشكروا المشرفين الرؤساء اللي استقبلنا أحسن استقبال في مدينة فاس. الحاوي، من جهة رباط القنيطرة، من ثانوية عبد الله الشفشاوني. كان استقبال زوين بزاف من الجهة ديال فاس مكناس، وكنتمنى أننا نحصل على نتيجة مزيانة والرتبة الأولى إن شاء الله. السلام عليكم، الاسم كامل يونس أولي، كنت من جمعية الوسام الرياضي. كنشكر بزاف الأستاذ زوير والأستاذ حامد سندوش، الاستقبال ديال هندسة ديال فاس زوين، كنتمنى إن شاء الله نشرف بالمدينة ديالي وبالبلاصة ديالي، أحسن تشريف.
سمح العوفي من مؤسسة طود الخصوصية من أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة. كنشكروا مدينة فاس على حسن الاستقبال، وكنتمنوا أننا نفوزوا بهذه البطولة الوطنية المدرسية إن شاء الله. من مدينة القصر الكبير ثانوية محمد ثانوية المحمدية، نشكر بمدينة فاس باستقبالها، ونتمنى ناخذوا البطولة ونجيو حنا الأولى، ونشكر مدينة فاس بزاف كثيرا. سميتي أيا المهاضر، أنا كنمثل مدرسة ثانوية المنصور الذهبي بالقصر الكبير، كنمثل جهة طنجة تطوان، وكنشكر مدينة فاس على الاستقبال الزوين ديالها، وكنتمنوا نجيو من المراتب الأولى إن شاء الله. علي شاكر من مراكش، مدرسة مختار السوسي، الأكاديمية جات مراكش أسفي. كنشكروا فاس على الاستضافة، صراحة ناس طيبين، حسن الاستضافة مزيانة، إن شاء الله نربحوا. ما كناش نربحوا كاملين، ولكن الإقصائيات هادشي ما كاين. معكم إيبال الرام من أكاديمية جهة مراكش أسفي، وكنشكروا بزاف مدينة فاس على هذا الاستقبال، ومن انا من مدرسه المختار السوسي، وكنتمنوا علاش لا اننا نكونوا من متوفقين ونفوزوا بالميداليه الذهبيه، علاش لا. وكنشكركم بزاف على هذا الاستقبال. السلام عليكم، رمضان مبارك. رانيا شاكيب من مراكش، مؤسسة مختار السوسي، من أكاديمية جهة مراكش أسفي. كنشكروا فاس على حسن الاستقبال والاستضافة، كنتمنى نفوز بالميدالية الذهبية، علاش لا، وحظ موفق للجميع إن شاء الله. أنا ويسار بوجنا من مدينة خليبكة، كنمثل مؤسسة بن ياسين الثانوية، وكنشكر بزاف مدينة فاس الاستضافة ديالهم، وكنتمنى نربح ندي ميدالية الذهبية في البطولة المدرسية ديال الجديد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، صابر أجعاد من مدينة الدلال، مدرسة الخلية الصغيرة، أكاديمية بن ملال. كنشكر مدينة فاس على الاستضافة، وكنتمنى إن شاء الله نربح بشي ميدالية في هذه البطولة الوطنية. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.